مساء الخير عليكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جاي اكلمكم عن تجربتي مع منتج كان نفسي من بدري اجرب جهاز شفط دهون الوجه ده. انا عندي بشرتي مختلطه، فكان عندي مناطق دهنيه في البشره. انا بهتم جدا، بس سمعت ان انتي حتى لو بتهتمي الجهاز ده هيطلع برضو دهون. فقبل ما اجيب الجهاز ده جبت جهاز تاني اسمه XN8030. نصيحه، اوعوا حد يجربه. الجهاز ده بهدل لي وشي. انا جيت استعملته، عارفين شفطني بجد، بهدلني بهدله اللي هو ايه. قعدت يومين في البيت اصلا، ما كانش ينفع اخرج، بهدل لي وشي جدا. جيت بعد كده خلاص عملت له مرتجع، رجعته ما خدتوش لان كان الكلام غير المكتوب عليه خالص. يعني ده كل ده انا جربت، يعني هو معاه ادوات، جربت ده اداة واحدة بس اللي عملت فيها كده. فبصراحة زوجي قال لي لا لا، ابعدي عن الاجهزة دي بتبوظ الوش وكده. فكنت مصممة على ان انا ممكن اجرب موديل تاني، يعني اكيد الموديل هو اللي فيه مشكلة يعني. فجيت جربت بصراحة، جبت الموديل ده، قريت عنه كلام عجبني وكده، ان هو جهاز طبي اصلا. هو اسمه كوميدو ساكشن، زي ما انتوا شايفين كده اهو، ده اسمه تمام. جبته بصراحة وجربته، لا حاجة تانية خالص. يعني عملت بنفس الكمية اللي عملت بيها الجهاز التاني ولا عمل اي حاجة في وشي، بالعكس هو لقيته بيطلع حاجات فعلا. التاني ما طلعش اي حاجة خالص خالص تمام. وبوظ لي وشي، ده طلع وبوظ وشي خالص تمام. فهو حلو عجبني، سعره كان حوالي 380 جنيه، التاني كان ب180 جنيه. ده اغلى طبعا شوية، بس يعني حلو جدا جدا بصراحة. تعالوا نفتحه مع بعض ونشوف، واقول لكم انا استعملته ازاي. بصوا يا بنات، ده شكل الجهاز اهو من جوه تمام. بيجي معاه الكتالوج ده بيعرفك ازاي تستعمليه تمام. الجهاز اهو، هو فيه الشاشة ديجيتال. بصوا بنشغله من هنا كده تمام. التاني مكانش فيه كل الكلام ده. اوكي، هنا بقى كده لو هتشغلي اهو، دي كده اول سرعة تمام. الاولى اهي، مش عارفة هي مش باينة، هقولك بينهالكوا اكتر. هزود 2، 90، 3، 4، 5، هو 5 سرعات. في 1، 2، 3، 4، 5، هو 5 سرعات خلاص. ده اخر حاجة، هو 5. انا عايزة بس ابينها لكم هنا سيجونة اهو. بصوا هو 5 سرعات. يعني لو عايزة انزل تاني اقلل، انزل بالسرعة 4، 3، 2، 1، دي اول سرعة تمام. بعد كده خلاص مفيش سرعات، ومن هنا بقفله تمام. شكله حلو جدا وانسيابي. ده مكان الشاحن بتاعه، بيجي معاه وصلة USB بتحطيها على اي شاحن عندك اهي تمام. وده كيس معانا كمان، كيس قطن اهو. ده كيس القطن، ده كيس قطن صغنن كده بتحطيه جوه، هوريهولكم تمام. بيجي معاه الاربع ادوات، الاداة دي تمام، والاداة دي بتبقى خشنة شوية اهي. دي للسكراب، وبرضو يعني بتقشر البشرة وبتزيل الخلايا الميتة، ويقولوا كمان ان هي بتشد البشرة في اللي هي الضيقة دي عشان الاماكن الضيقة. اوكي، كل جهاز، كل قطعة بيبقى ليها استخدامات معينة. معاه 3 قطع غير القطعة اللي راكبة فيه، علشان تشيلي قطعة بتشديها، مش بتلفيها ولا حاجة، بتشديها شد. من هنا كده هوريكوا ازاي.
اهي دي القطعة، دي القطعة الكبيرة، تمام. شدتها شد، ولما بحب اركب اي قطعة من التلاتة التانيين دول بحطها هنا كده وبضغط، مبلفش ولا حاجة، بشدها فوق شد وبركبها برضو ايه ضغط كده، تمام. اهي جهاز حلو بصراحة. لا فرق معايا جدا عن الجهاز التاني، ما حسيتش ان هو بيعمل اي حاجة اصلا. بس قبل ما تستعمليه عرضي وشك للبخار. عملت لكم ريفيو عن جهاز البخار، اللي ما شافوش ممكن هيلاقيه على القناة، تمام. بس ده كان رأيي في الجهاز، بصراحة حلو جدا جدا. هو حد يجيب اكس ان يا جدعان 80 30 ده صعب قوي قوي قوي. ده بصراحة لا حلو، ريحني جدا، ما اذاش بشرتي خالص. انتي برضو ما تيجي تستعملي مثلا منطقة المناخير، استعمليه من تحت لفوق، منطقة القورة من النص كده وانتي طالعة من اليمين على بره ومن الشمال على بره، تمام. برضو البشرة من تحت، يعني ما تشديش برضو البشرة على تحت عشان ما تهدليهاش، لا برضو شدي على فوق والمناخير على فوق. ما تثبتيهوش في مكان واحد وتفضلي يعني سايباه يشفط في المنطقة، هتبهدلي بشرتك. لا يعني انتي حاولي تحركي، برضو اتحركي بسرعة، اديله فرصة يشفط الدهون، او في نفس الوقت انتي كمان اتحركي معاه بسرعة، ما ثبتوش على منطقة واحدة عشان برضو ما تلتهبش او ما تعملش تجمع دموي، تمام. بس فده كان رأيي في الجهاز. لا حلو بصراحة، نصيحة يعني اللي ما جربوش، حلو مش هيخسر معاكي. هو يعني ده ب380 جنيه، سعره كويس يعني مش غالي. ابو 100 الاكس ان ده النوع ده انا جربته بصراحة، لا ما ريحنيش خالص، لكن ده لما جربته ما عملش في بشرتي التاني عمله يعني، تمام. ده كان الريفيو النهاردة عن جهاز شفط الدهون. زي ما قلت لكم الاسم بتاعه عشان اللي حابب يجيبه، هو اسمه كوميدو سكشن، تمام. ميرسي جدا ليكم، يا رب تكونوا استفدتوا.